تعالوا بقى نروح عشان نتعرف سوا على اخبار الفرق الرياضيه والانشطه المختلفه في النادي الاهلي مع زميلتنا سالة حامد مراسله قناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره. سالة صباح الخير عليكي وسامعينك، عندك ايه تقول لنا عليه؟ اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وصباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، يعني إن شاء الله اليوم النهاردة يكون مليان بالسعادة والتفاؤل علينا وعلى كل اللي بيتابعونا. خليني في البداية نقول لكم كل الأخبار والأجواء هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني درجة حرارة النهاردة العظمى 25 والصغرى 16، يعني بالرغم إن في انخفاض في درجات الحرارة لكن ده ما منعش يعني أعضاء النادي الأهلي إن هم ييجوا في الفترة الصباحية ويستمتعوا بوقتهم. كمان أنا شايف إن في عدد من أعضاء النادي الأهلي كبار السن متواجدين في ملعب مختار التتش عشان يستمتعوا بالفترة الصباحية هناك ويستمتعوا برياضة المشي. كمان في عدد آخر متواجد في صالة الجيم عشان يأدوا بعض التمرينات الصباحية للحفاظ على اللياقة البدنية والتخلص من أي إصابة موجودة. ده بالنسبة للفترة الصباحية هنا في النادي. بالنسبة للحالة المرورية في الأماكن القريبة من النادي الأهلي، يعني الحالة المرورية جيدة في الزمالك، المهندسين والدقي والعجوزة، مفيش زحمة خالص في الأماكن دي. فبقول لأعضاء النادي الأهلي اللي حابب إن هو يجي ويستمتع بوقته في الفترة الصباحية يجي، مفيش زحمة خالص في الأماكن دي. هروح بقى للامور المتعلقه بالجمعيه العموميه والنادي الاهلي. يعني النهارده يا كريم يوم مهم بالنسبه للنادي الاهلي، يعني النهارده مقر النادي الاهلي بالجزيره هيشهد اليوم الاول انعقاد يعني الاجتماع السنوي للجمعيه العموميه العاديه. الجمعيه العموميه هتقام على صاله الامير عبد الله فيصل على يومين، النهارده ان شاء الله يوم الاثنين وبكره الثلاث من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 7 مساء، ويعني ده لمناقشه بعض الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجدول الاعمال. كمان الاداره التنفيذيه زي بالنادي الاهلي يعني حريصه ان هي تطبق جميع الاجراءات الاحترازيه وان يكون في تباعد اجتماعي ما بين الاعضاء والعاملين بالنادي الاهلي وافراد الامن وان كله يكون ملتزم بارتداء الكمامات. كمان انا شايفه في تعقيم يعني على جميع بوابات النادي الاهلي وتعقيم كامل لصاله الامير عبد الله فيصل اللي تقام عليها الجمعيه العموميه، يعني ده كله عشان نتاكد ويعني نطمن على سلامه جميع الاعضاء النهارده وبكره ان شاء الله اللي جايين عشان الجمعيه العموميه. خليني بقى انتقل واروح لاخبار الفرق الرياضيه في النادي الاهلي، وابتدي بالفريق الاول لكره السله سيدات اللي هيواجه نادي الجزيره في الدور ال 16 من بطوله كاس مصر. المباراه دي مهمه وقويه جدا بالنسبه للفريقين، يعني لانه نادي الاهلي فاز على الجزيره في مباراه نهائيه من بطوله منطقه القاهره في الايام الماضيه وانتهى اللقاء بفوز النادي الاهلي بنتيجه 77-55، وده كان بقياده طبعا كابتن علي هاشم والجهاز الفني. ده بالنسبه لسله سيدات. بالنسبه بقى للفريق الاول لكره سلة رجال، يعني أصفرت قرعة منافسات كاس مصر على أنه الفريق هيتأهل مباشرة لدور 16 بدلا من دور 32، والنادي الأهلي هيواجه الفائز من مباراة الشرقية للدخان والترام. يعني اللي هيفوز في المباراة دي هيواجه النادي الأهلي في دور 16 من بطولة كاس مصر المقبلة. أمس ثلاثي النادي الأهلي هبة الفقي، هاجر علي وهالة علي يعني شاركوا مع منتخب مصر لكرة السلة تحت سن 20 سنة، ويعني دي كانت مباراة ودية ما بين منتخب مصر ونادي سموحة وفاز منتخب مصر بنتيجة 101-76، ويعني اللقاء ده شهد تألق كبير جدا وأداء متميز من ثلاثي النادي الأهلي. يعني وهو ده كريم النادي الأهلي اللي معودنا عليه إنه مش بس بينافس في جميع البطولات لجميع الألعاب، لا كمان بيقدم لنا دايما أبرز وأهم النجوم والكوادر في جميع الألعاب لكافة المنتخبات الوطنية لجميع الألعاب الأخرى. يعني استكمال بقى للاخبار الرياضيه، يعني خليني اقول لكم ان امس فاز شباب طايره 19 سنه على مصر للبترول بنتيجه 3-0، وده كان ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. وكمان النهارده يعني في مباراتين، النهارده اول مباراه فريق اليد 2000 شباب هيواجه النهارده بورسعيد الساعه 2 على صاله نادي الاسماعيليه، وفريق السله 18 سنه شباب النهارده هيواجه المقاولون العرب الساعه 6 على صاله نادي النصر. دي كانت ابرز واهم الاخبار والاجواء هنا في الفتره الصباحيه في النادي الاهلي، يعني وانا معاكم على مدار اليوم طبعا لو في اي سؤال. والان العوده للاستوديو. نشكرك شكرا جزيلا الزميله العزيزه سالة حامد مراسله قناه النادي الاهلي، ومكملين مع حضراتكم اخبارنا.